اليوم كنا في زيارة أحد المرضى، ستكون عمليته كسر برجله يوم الثلاثاء إلى مستشفى آخر على هذه السوستفير. سلامتك يا أبو. شكرا شكرا. طبعا تابعونا. طبعا أيها الإخوة المشاهدون الكرام، انتقلت عدسة الجالية العربية إلى مستشفى هيليو لزيارة أحد المرضى. كما نحن وعدنا الجميع بأن نقوم بهذه التغطيات، لا تمييز بين أبيض أو أحمر أو أبيض أو أسود، كلنا إخوة، كلنا مسلمين، كلنا فئة من أبناء الجاليات المختلفة في الدنمارك. الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه المسلم. ها نحن قمنا بهذه التغطية بزيارة أحد المرضى، وإن شاء الله سنخصص أيام مقبلة وأيام تكون متخصصة لزيارة المرضى بشكل دوري وبشكل أسبوعي. طبعا سيداتي وسادتي أيها المشاهدون الكرام، من أمام مسجد هيليو في العاصمة الدنماركية قامت وانتقلت عدسة مراسل الجاليات العربية في كوبنهاجن بمديرها أبو الأمين بزيارة أحد المرضى أبو نسيم، ونتمنى لكل جميع المرضى الشفاء العاجل. وسنخصص يوما في كل أسبوع إن شاء الله ننتقل إليه في جميع أنحاء المستشفيات أو في أنحاء المنازل على أن نتلقى أي خبر، نقوم بزيارتهم وتغطيتهم. تابعونا وكونوا معنا 8 أكتوبر 2017. مراسل الجاليات العربية في كوبنهاجن أبو الأمين.